شكرا للدكتورة ابتهال وشكرا للزميل يوسف وحمد. طبعا الدكتورة طرحت سؤال وايد مهم، شلون نقدر نساعد؟ انا مفروض اقدم ورقة ونصوص انه شلون نقدر نساعد. كلنا قاعد نشوف مثل ما تفضلت، واخر شيء انتهت فيه الدكتورة ابتهال الخطيب عملية التجهيل والافقار والعوز اللي قاعد يتعرضون له الكويتيين البدون. من خلال ما مرينا فيه استعرضنا فيه التاريخ للقضية، كذلك العزل وأنواع العزل اللي تعرض له الكويتيين البدون، لازم نشتغل على عدة مستويات، وهذا ما سمته الدكتورة قبل قليل طواحين الهواء. راح تحسون نفسكم أنكم فعلا قاعد تواجهون شيء هلامي غير واضح، شيء أساساً قاعد يضعف قوتكم من الداخل، لكن الشيء الوحيد قاعد نستمد قوتنا منه هو الكويتيين البدون. إحنا كل ما نشوف إن في ناس متمسكين بالأمل رغم كل ما قاعد يتعرضون له من تهوين وإضعاف وإفقار وتجهيل متعمد من قبل الدولة، هذا اللي يخلينا نشتغل أكثر. مو مسألة عناد، مسألة إن أنت عندك رسالة كإنسان لازم تأديها على أكمل وجه. عشان نوضح بعض المفاهيم، إحنا لما نشتغل على قضية الكويتيين بدون عندنا شقين، الشق الإنساني الإغاثي والشغل الحقوقي اللي قاعد نشتغل عليه أنا وزملائي الأعزاء. طبعا التجهيل والإفقار والعوز اللي قاعد يصير، مثل لما نبلشوا الحين من شهر 11 اللي فات، ما شاء الله عليهم إنجاز صراحة يسجل للدولة، إن الكويتيين بدون مقادرين يوصلون لحساباتهم البنكية من شهر 11 اللي فات، وبكل وقاحة التواطؤ اللي صار بين البنك المركزي والتعميم اللي صار على بقية البنوك، يا أما توقع أو إنك تصدر بطاقة إحنا نصدر لك إياها، أو إنك أنت ما توصل حتى لقمة عيشك. هذا الجانب استنزفنا للأمانة، يعني إحنا مفروض خلال شهر رمضان نشتغل على العيد، يعني وايد ناس كانوا يقولون لنا وين ملابس العيد ومساعدات ملابس العيد، احنا مركزين وين على الماتش ده، يعني حتى قبل ما نيجي كنا نقول حق بعض شنو نبدي شنو نخلي، بس قاعد تعبون ما قاعد نتعب، احنا قاعد نتعب بلا من داخل، بس هذا ما يخلينا نتعب بإرادتنا ان احنا نشتغل على القضية. يعني شنو ما تبغوا تسوون كدولة كأجهزة الدولة، احنا مستمرين، ما راح تعبونا ولا راح نوقف على القضية حتى لو شنو ما تسوون فينا. لو اضطر نوقف ساحة الإرادة، ننام ساحة الإرادة، راح نوقف وننام ساحة الإرادة، المهم إن هذه الحقوق توصل للكويتيين بدون. فهذا الجانب الإنساني الإغاثي اللي إحنا تكلمنا عنه، قاعد نشتغل على شنو بالضبط؟ وهذا الكلام موجه للشباب. أنا أمانة جاية اليوم ما أكلم كبار بالسن متشربين القضية أو متشربين إن شلون نشتغل على القضية في الكويتيين بدون، أنا جاية حق الشباب، جاية حق طلبة الجامعة، جاية حق الناس اللي أساساً مو عارفة وين تروح وين تجي. عبالها الشغل على قضية الكويتيين بدون بالرموز، دكتورة ابتهال، يوسف، هديل، غيرهم، لا، احنا اساسا شنو كنا؟ يوسف قاعد يقول لكم قبل شوي، احنا كنا ناس عاديين نزلنا تيماء، شفنا القمع اللي صار في المظاهرات، وبعدين بلشنا نفكر شلون نشتغل على القضية. فانت ما لازم تكون انسان لك اسم او رمز، او انك انت ناس تعرفك بالشارع، لا، انت مجرد ان عندك ايمان بالقضية، انت مؤمن بشكل كامل ان هؤلاء الناس محتاجين للجانب الانساني الاغاثي، كذلك الجانب الحقوقي والسند الحقوقي اللي نقدر نقدم لهم اياه. الكويتيين بدون ليسوا فقراء اذا كنا نتكلم عن الجانب الاغاثي، لكن اللي قاعد يصير بالدوله الحين للاسف هناك توجه رسمي حكومي لافقارهم، لتجهيلهم، لحرمانهم من التعليم. طبعا احنا بال 2014 الكل يدري شنو صار من ساعه قضيه البدون، لما الاطفال منعوهم من التسجيل بالمدارس بسبب الهويه، تقريبا حسب الرقم اللي طلع من اللجنه البرلمانيه لحقوق الانسان تقريبا 4000 او 6000 طفل كانوا غير مسجلين، بعدين طلعت احصائيه من وزاره الصحه، وانا اعتبره عار على الدوله ان اطفال بدون هويه وبدون إثباتات رسمية قاعدين يولدون وقاعد يوجدون على هذا الوطن إحنا بدون ما نعطيهم أي سند قانوني. الجانب الحقوقي اللي بتكلم عنه هو حماية حقوق الكويتيين بدون. أوكي، أنت شغلتوا على الجانب الإغاثي، ساعدتهم سوالف حقيبة مدرسية، الماتشلة وغيرها، تقدرون تشتغلون على الجانب الحقوقي، وهذا محتاج إلى تدقيق بالجانب الحقوقي. تطرق زميلي وكذلك الدكتورة بخصوص الاتفاقيات اللي صادرت عليها دولة الكويت، كله موجود أونلاين، حتى إذا ما تقدروا توصلوا له تقدروا توصلوا له عن طريق أي حقوق. دكتور عامر النجاح موجود، دكتور ابتهال الخطيب موجودة، تقدرون توصلوا لهم شنو الاتفاقيات صادقت على الكويت. في قانون جديد اللي هو 2015 هو قانون حماية الطفل، هذا يدين الدولة، قانون بنود القانون، الدين الدولة، شلون الطفل بدون ما قاعد يتعلم.
انت قاعد تسبب له ازمه نفسيه، قاعد تسبب له ازمه تعليميه، قاعد تجهل الطفل هذا المتعمد عن طريق الجهاز المركزي. زين شلون نقدر نشتغل في كل هذه الظروف؟ ما تو الدكتور قال طواحين هواء، ايه طواحين هواء، وهناك اساسا موجه كبيره العنصريين اكثر من الناس المؤيدين للقضيه. هل هذا يخلينا نضعف؟ لا، المفروض انت مؤمن قضيتك وانت مثل ما يقولون مالي ايدك منها، وانت فاهم ايش قاعد تشتغل عليه. ما تشتغل انت مو لازم يكون عندك مجموعه، وهذا بعد سؤال مهم، هل انا اشتغل على المجموعه او اشتغل بروحي على قضيه الكويتيين بدون؟ احنا محتاجين ناس مبادرين، انا دائما اقول حق الشباب محتاجين مبادرين يتحركون على القضيه. احنا اوكي ذيك الفتره مو موجودين، ما قاعد نشتغل، انتوا الشباب شنو المفروض تسوون؟ الوقت اللي تضيعه، يعني مثلا اليوم 24 ساعه، الوقت اللي تضيعه في اشياء تعتبرها ثانويه بحياتك، خصص وقت صغير لحاله حالتين. لما سوينا حملات بخصوص تعليم الاطفال سواء كان رسوم دراسيه، والحين احنا شغالين لان في وايد اطفال مو مستلمين شهاداتهم، سوينا حمله بس خمسة يقولون لي هذيل احنا وين نروح؟ انت ما تروح مكان، انت تكلم اهلك وربعك، تجمع منهم، انت تكون مركز، انت مركز القوه، انت مركز الطاقه، مو لازم تكون اصلا انسان معروف على تويتر. تقوم تبادر تجمع من اهلك وربعك، تقوم تدفع رسوم دراسيه للطفل. انت بهذا الفعل بدون ما تكون حقوقي، بدون ما تكون شخصيه مشهوره، بدون ما تكون شنو ما تكون، انت ساعدت الاطفال انهم يدشوا مدرسه، لو طفل واحد انت انجزت، انت وقفت ضد الجهاز المركزي بدون ما تعرض نفسك للخطر، بدون ما تعرض حياه يعني اسرتك او التهديدات او شنو ما كان يكون، لان اساسا البروباغندا اللي قاعد يسوونها ضدنا يعني بروحها هذه قصه ثانيه، خاصه ربعهم على تويتر وايد منتشرين. فانت اساسا مو محتاج تكون وايد شخص مركزي حتى تقدر تشتغل على القضيه. طفل واحد دخل المدرسه، انت قدرت يعني تواجه موجه الجهاز المركزي والاجراءات التعسفيه اللي قاعد يمارسها ضد الاطفال بدون. هذا طفل. هلو اصدقائي، اوكي خلي علي صوت شويه. لا ما يمكن صوتنا عالي. اوكي، فهل انت محتاج تكون مؤمن بالقضيه وايد؟ زين انا مو مؤمن بالقضيه، انا مؤمن ان نصهم كذي ونصهم كذي، اوكي، بس انت مؤمن ان هذا الطفل ما له دم، صح؟ فانت لازم تجادل نفسك، لازم تدخل يعني عقليه جدليه، لازم تجادل نفسك، تحاول تقتل العنصر اللي داخلك. احنا طول الفتره هذه كمل عنات العنصريه والطائفيه داخلنا حتى قدرنا نوصل لهالمستوى. قلنا نشوف الطفل بدون، طفل بدون النظر الى هويته، عرقه، مذهبه. يعني وايد ناس تشكك، انت تشتغلون على المذهب، ليش تشتغل على المذهب؟ ليش تشتغل على المذهب؟ هذا طفل. اوكي، فاذا لا تخلي شبون اوكي، لا تخلي احد يشكك باهميه القضيه، هذه قضيه انسانيه مهمه جدا، فلازم تشتغل عليها بغض النظر شنو ما كان. انت عندك اسبابك العنصريه، اسبابك الطائفيه، اسباب عرقيه، هذول عراقيين، هذول ايرانيين، هذول كله خلي على جنب، شوفه هذا طفل. فاذا اولويه لازم تكون للقضيه، لتكون للطفل هذا نفسه، بعدين تبدي تشتغل عليها. كذلك لازم تؤمن مثل ما سرد زميلي يوسف وسردت الدكتورة بأن هذه قضية ممتدة من تاريخ الكويت. رأيك العنصري أو رأيك الطائفي ما راح يزيد ولا ينقص على الموضوع، الطفل ما زال طفل وما زال قاعد يعاني. يعني أنا قاعد أركز على الأطفال لأن إحنا الحين قاعد نعاني من أزمة تعليم الأطفال، الأطفال اللي الحين في عندنا عدد كبير مو مسلم شهاداتهم بسبب الرسوم الدراسية. أوكي، في نقاط وايد مهمة حابة بعد أركز عليها. قلت لكم بخصوص الإنسان المبادر، لما انت بتبادر، اوكي انت فرد بنص العمل تبي تبادر في حل قضيه الكويتين بدون، اول شيء تثقيف نفسك بالقضيه وايد مهم. هذا الفيديو اتوقع راح ينرفع على تويتر وراح تشوفون وتراجعون السرد التاريخي للدكتوره ولا يوسف، خلاص انتم صار عندكم معلومه تاريخيه. وعشان كذي احنا قسمنا الحلقه النقاشيه عده اقسام على اساس انه بالنهايه انا اختم لكم شلون نشتغل، مو لازم يعني بس ان نقول لكم سرد تاريخي وتاخذوا معلومه وتروح، لان هذه مو حصه، شلون تشتغل. احنا جايين نعلم الشباب شلون يشتغلون على القضيه، شنو هي الادوات اللي راح تستخدمها، وهل انت راح تستخدم الجانب الانساني الاغاثي او الجانب الحقوقي، لان كل جانب يختلف عن الثاني. كذلك من هم الحلفاء ومن هم الغرماء، منو معنا منو ضدنا. انا بشتغل الحين عائلتي مثلا ضدي،
واحنا اغلب عوائلنا ضدنا لان عندهم وجهه نظر مثلا معينه عن قضيه الكويتيين بدون. تدور منو حليفك؟ يعني احنا شلون التقينا؟ لان احنا كنا ندور حلفاء، فاحنا كل ما ساندنا بعض وضروري نساند بعض لان احنا محتاجين الدعم المعنوي ومحتاجين ايضا الدعم القانوني، محتاجين الدعم الفني، وهذا ايضا الكلام موجه للحقوقيين او القانونيين. اي شخص ممكن يتبنى قضيه مثل ما صارت سالفه الشاب اللي كان يبيع رقي، يا احد المحامين تبنى القضيه. ما احنا محتاجين كل جهود الناس، كل جهود المجتمع. انت شلون تواجه الجهاز المركزي اذا المجتمع مفكك؟ المجتمع محتاج مرادك، المجتمع محتاج يتضامن مع بعض البعض، يتكاتف، وهذه احد مبادئ حقوق الانسان ان احنا نتضامن ويا بعض عشان نقدر نواجه هذا الجهاز. الجهاز انا ذكرت اكثر من مره ان جهازه ضعيف، لذلك هو قاعد يطبش، قاعد يالف معلومات، قاعد يحط اشياء اساسا مو موجوده بالكويتين بدون. واذا احنا كمجتمع وقفنا ضده اكيد راح نوقف عند حده. هذا جهاز، هذا مو شيء اساسي بالدوله، هذا شيء مؤقت وراح ينشال. اوكي لجنة تولد لجنة أو إن جهاز يولد جهاز، لكن إذا كان المجتمع يواجه هذا الشيء وكلنا بإرادتنا نقدر نغير وايد أشياء. كذلك من المهم جدا أنك تبحث عن المظلة القانونية اللي تحميك. إحنا كلنا عندنا محامين نستشيرهم نسألهم، ما نخطي خطوة لأن أساسا هذا الشيء مو عمياني، ما نقدر نخطي خطوة بدون ما نستشير محامينا. فإذا أنت حاب كشاب طالب جامعة موظف شنو ما تكون حاب أنك تشتغل على قضية الكويتيين بدون، لازم أول شيء تدرس محيطك، تدرس حلفائك، تشوف وين انت بتشتغل وين انت بتروح. كذلك العواقب، وهذا شيء مهم، هذا اللي راح اختم فيه. العواقب اللي راح تواجهها العواقب اللي راح تواجهها عند العمل على قضية الكويتيين بدون، على اساس اختصر لكم. البعبع اللي قاعد يحاول الجهاز المركزي يطلع لنا اياه احنا قلنا نضحك عليه، كل حركات البعبع ماله تويتر، تهديد، حركات، يعني احنا قلنا نسخر من، يعني قلنا نحولها الى سخريه. وانت كل ما سخفت من غريمك او الشخص اللي ضدك وكل ما هزلته وحولته الى ماده للسخريه، كل ما هو حس انه هو ضعيف وهو اساسا غير قادر على مواجهتك. سخف هذا الاعتداء اللي من عنده، حاول ان التضخيم الاعلامي، لان الجهاز المركزي عنده ادواته ما شاء الله، تلفزيون وكل شيء كل شيء كل شيء عنده، يعني كل شيء تتصوره عنده. لكن احنا عندنا اي رافه دواوين غيرونيه زين، كل شيء تقدر تستخدم ضده، ادواتك البسيطه، خل بس على الاقل يكون عندك ايمان بنفسك ان انت قادر تغير. احنا منو اصلا؟ احنا ولا شيء، انا وزملائي احنا ولا شيء، احنا ناس عاديين ما عندنا القوة الخارقة اللي ممكن نغير فيها العالم، لكن عندنا إرادتنا وإيماننا بالقضية، وكذلك حاطين قدام عيوننا الكويتيين بدون، لأن إحنا ما نقدر نمشي خطوة ولا نقدر نتنفس شوية هواء غير ما نطالع قضيتهم. هم عايشين بيننا وقاعد يعانون، أنا عايشة حياة سعيدة ومرتاحة بس في شخص آخر يعاني، شلون أقدر أكمل حياتي وأنا أشوف إنسان يعاني وما أقدر أمد إيدي له؟ فالمفترض كلنا نتحرك على هذا الموضوع حتى لو كان حالة واحدة كل مرة. شكراً.